المشاركة بمدينة قونيا التركية ضمن ألعاب التضامن الإسلامي، وكذلك أبطال الصم بالبرازيل وأيضا الأبطال الجزائريين في ألعاب القوى بكل من أمريكا وكذلك كولومبيا. قائد فريق المنتخب الوطني للناشئين لأقل من 17 سنة فايز عمام يتقدم لتقديم الكأس إلى السيد رئيس الجمهورية. رفقة أحسن لاعب في الدورة الرابعة لكأس العربي للناشئين مسلم أناتوف. وأبا رئيس الدورة الرابعة لكأس العرب للناشئين السيد حكيم مدان رئيس الدورة الرابعة لكأس العرب لأن يقدم هدية إلى السيد رئيس الجمهورية بحضور السيد معوش من كبار أبطال فريق حزب جبهة التحرير الوطني، ويتقدم مدرب الفريق الوطني للناشئين لأقل من 17 سنة يتسلم السيد رئيس الجمهورية هدية من السيد حكيم مدان رئيس دورة الرابعة لكأس العرب التي جرت فعالياتها بالجزائر. صورة. قميص باسم المنتخب الوطني كتب عليه اسم السيد رئيس الجمهورية. الصورة الجماعية. إذن مشاهدينا كانت هذه الصورة الجماعية لرئيس الجمهورية رفقة كل من تشكيلة منتخب أقل من 17 عاما المتواجد بكأس العرب بوهران وكذلك أبطال